الراقي كان ضيفا لستين دقيقة حقيقة. بعد البرنامج انتشر بشكل رهيب جدا، حتى احنا هنا في مقرات الشروق كانوا يجونا مئات من المواطنين حتى ياخذوا موعد معه. هو للأمانة فيه كثير اللي راحوا له مثلا ولقوا مش نقول لك شفائهم، ولكن لقوا ماذا كانوا يريدون. ولكن في الآونة الأخيرة عفوا، هذا الفيديو الذي كان في ولاية خنشلة، رقية جماعية لأكثر من 200 وقال 2000، لا أعرف الرقم جيدا، ولكن رقية جماعية، وأنه خنشلة كما قالوا الشيخ أنه كلها مسحورة. ما قولكم في هذا؟ والله أخي بلال، أنا مانيش هنا باش نرد على الأخ، لكن دوك حنا خنشلة كامل ما مسؤولة مركوبة ولا مصابة. يعني أنا لا أعلم لها علما هذا الأمر هذا، يا دوك إلى الآخر قاع خنشلة. السؤال يطرح نفسه، هل رقى رجالها ونساءها ولا رقى 100 ولا 200؟ 100 ولا 200 ماشي كامل خنشلة، هذا أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا جدلا أن هذه الولاية منحيي سكان خنشلة، بالمناسبة خاوتنا عندنا بزاف متابعين ملتم، كل تحية لهم والكل الشوية يعني الشوية الأحرار. نعم. فنقول حتى لو سلمنا جدلا أنه كما قال الأخ خنشلة كامل راهيمة، قال 2000 داخل قاعة الحفلات. نعم، خنشلة كامل راهيمة. بصح أخي هذا الكلام أنا عندي وحسب رأيي لا يقال، حتى لو كان حقا نسلم جدلا، لأنه القاعدة واش تقول؟ ليس كل ما يعرف يقال، لأنه دائما الإنسان عندما يريد أن يتكلم بكلام ينظر إلى العواقب والمآلات. هذا لأنه هذا الكلام سيجر وجر، أنا على حسب سمعت كان يعني كلام كبير جدا، حتى هاجموني أنا يعني شفت بعض الفنانين وبعض الشخصيات. أنا يلا نغتنم هذه الفرصة، لأنه شفت عدد من الفنانين أول أمس خرجوا في فيديوهات وديستوري ويهاجموا في أنا شخصيا، لأنه كما قالوا حتى وأنهم ما هاجموش يعني كلام كبير، ولكن قالوا أنه صديق، هم منهم أصدقاء، منهم من دعوا أني صديق. ولكن أنا في برنامجي هذا أنا نجيب أي شخصية كما كنت نجيبكم أنتم فنانين ولا شخصيات هذوما، نسألكم وأنتم تجيبون. أنا لا أتبنى من فكرة من يكون في هذا البرنامج، أليس كذلك الشيخ؟ إذن مش أنا اللي روشت له ولا روشت لكم أنتم كذلك، ولكن هذا برنامج أطرح أسئلة وفقط تنتهي مهمتي هنا، لست شريك مع ضيوفي، أنا لست شريك. إذن هذا فقط ما كنتش حاب نرد، ولكن أغتنم الفرصة لأرد، لأنه كثير مستوريات وهجمة كبيرة علي وعلى برنامج 60 دقيقة، رغم أنه أطرح فقط فيه أسئلة بما يرقى إلى إجابة للمشاهد. إذن شيخ، هل السحر هذا موجود فعلا؟ المس هذا موجود فعلا؟ هل معظم الجزائريين حتى نقول راهم مسحورين ممسوسين؟ نعم، شوف أخي بلال، السحر كسحر هو حقيقة، السحر موجود، والذين ينكرون السحر لا أدلة لهم، السحر موجود، وكاين الناس أهل اختصاص في معالجة مثل هذه الأمراض، السحر والرقية وكذا، هادو عندهم ناس يا أخي بلال، ناس أهل اختصاص. أنا كذلك من هذا المنبر أخي بلال أردت أن أوجه رسالة إلى أولا من يسمون بالرقاة. أخي الكريم، لا يمكن أن تكون راقيا إلا إذا درست هذا الأمر. أول حاجة لابد لك أن تدرس القرآن، لا أقول لك أن تحفظ كل القرآن، لكن أقل شيء. أنا سمعت رقاة، والله أخي بلال ما يعرفش يقرأ القرآن. من أين أتتك الرقية؟ إنسان يعشق القرآن، كيف احتادك المس؟ المس له حقيقة، والسحر له حقيقة أخي بلال. وحنا ماشي موضوعنا الآن باش نطرقوا لهذا الأمر، لكن أنا حبيت نوجه رسالة للرقاة. أخي الكريم، والله ستسأل بين يدي الله. نعم. هذا وكان الناس المرض يا حلال، أنا نساعف وده. واحد كيكون مريض قل له برك راقي، يروح يحب وليدو يبرى بنته تبرى ويبرى كذا، لكن أنا نقول لكم روحوا عند ناس ثقة هما يوجهوكم للرقاة، ماشي مجمع اللي يقول أنا راقي ثم نروحوا عنده. هذا واش حبيت نوجه رسالة إخواني، وأنا لا أقصد الآخر بحفظه، والله ماني أقصد، بما أنه جا المجال الرقية راني نتكلم في هذا الأمر هذا. نعم.